نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحصة اللي فاتت أخذنا فيها درس اسمه حاصل الضرب الديكارتي. كنا اتعلمنا ازاي بنجيب حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين منتهيتين. صح الكلام ده؟ فاكرين ولا نسيتوا؟ فاكرين ولا نسيتوا؟ حاصل الضرب الديكارتي. فلو قلت ان س مجموعه فيها العناصر 3 و5 وص مجموعه فيها العناصر 1 و2 و7 وقلت عايز اعمل ضرب ديكارتي لس ضرب ص، اقول ايه؟ اقول يا معاذ 3 و1 3 و2 3 و7 تمام 5 و1 5 و2 5 و7. كلام جميل. وعرفنا كمان الضرب الديكارتي بيمثل بنوعين من المخططات، مخطط سهمي ومخطط بياني او ديكارتي. خدنا كمان العمليات على المجموعات، صح؟ العمليات الاتحاد تقاطع ولا ما خدناهمش؟ تمام. وخدنا ازاي بيدخلوا مع الضرب الديكارتي، ان هو يطلب منك مثلا اتحاد مجموعتين، ضرب ديكارتي تقاطع مجموعتين اخرتين او فرق ما بين مجموعتين اخرتين. طيب تمام. النهارده بقى هننتقل الى موضوع اخر، وهو ازاي بنعمل حاصل الضرب الديكارتي للفترات. الفترات مش المجموعات. انتوا اولا عارفين الفرق بين الفتره والمجموعه اساسا؟ س هنا عباره عن ايه؟ مجموعه فيها العناصر. يبقى اذا س فيها عناصر محدوده، هم فقط الثلاثه والخمسه او الاثنين والخمسه او ايا كان، خليها اثنين يعني. لو غيرت قوس المجموعة دوت يا شباب وخليته قوس فترة كده، أصبح سين جواها إيه؟ الفترة سين بس. يعني الثلاثة مش جواها، يعني الأربعة مش جواها. الفترة معناها يا معاذ جميع الأرقام الحقيقية من أول اثنين لغاية خمسة، مش فقط الاثنين وخمسة بالتحديد. وده الفرق الجوهري ما بين الفترة والمجموعة. لما كانت دي قوس مجموعة قلنا إن المعنى المقصود اثنين وخمسة فقط، العنصرين دول فقط. تفضل. سنة كام؟ تالتة. تفضل. تلت اعدادي استناني بك. طيب نكمل كده. يبقى احنا عندنا س هنا يا يحيى، ركز معايا، عباره عن فتره. والفتره دي الفترات خدتوها بشكل عام في ثاني اعدادي. لما اقول س عباره عن فتره من 2 الى 5، من 2 لغايه 5، ده مش معناه ان س فيها العددين 2 و5 فقط، ده معناه ان س فيها جميع الارقام من أول اثنين لغاية خمسة بجميع الأرقام الصحيحة والكسور اللي محصورة من اثنين وخمسة. يبقى العدد ثلاثة معانا، العدد اثنين ونص معانا، العدد اثنين واحد من عشرة معانا، العدد أربعة معانا، العدد أربعة ونص معانا، العدد أربعة وتسعة وتسعين من مية معانا. من الآخر معانا عدد لا نهائي من الأرقام، معانا بحر من الأرقام، كل الأرقام المحصورة من اثنين لغاية خمسة. وطبعا ده معنى مختلف تماما عن المجموعة اثنين وخمسة، صحيح؟ عشان كده لما كنا نمثل الفترات في تاني اعدادي، لما كنا نفرق ما بين الفترة والمجموعة، كنا نعمل خط الاعداد ونقول لو المقصود المجموعة اثنين وخمسة يبقى اثنين وخمسة فقط هم اللي ضمن المجموعة. انما لما نقول الفترة من اثنين، حتى شوف الفترة تتنطق ازاي، ما نقولش الفترة اثنين وخمسة، نقول الفترة من اثنين الى خمسة. حتى الجملة معناها ان احنا شاملين جميع الارقام المحصورة ما بين اثنين وخمسة. اللي انا ممثله ده المجموعة ولا الفترة؟ لا، انا ممثل دلوقتي المجموعة. انما لما اعمل كده واظلل دول، يبقى انت تقصد ايه؟ مش بس الاثنين والخمسه، ده انت تقصد جميع الارقام المحصوره ما بين الاثنين والخمسه. اذا مين اكبر، المجموعه ولا الفتره؟
فترة طبعا بلا شك تحتوي على عدد لا نهائي من الأرقام. ليه يا أستاذ مش بين الاثنين خمسة يبقى الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة بس هم محدودين أهو؟ لا، أنت كده بتتعامل مع منطق الأعداد الصحيحة فقط. ولكن إحنا قلنا زي ما بنقول ما بين الاثنين والخمسة في عدد لا نهائي من الأرقام، الكسور الصغيرة جدا. ده ما بين الاثنين والثلاثة في عدد لا نهائي من الأرقام. ده ما بين الاثنين والاثنين ونص في عدد لا نهائي من الأرقام. ده ما بين الاثنين وما بين الاثنين واحد من عشرة في عدد لا نهائي من الأرقام. في اثنين واحد من مية، اثنين واحد من ألف، اثنين واحد من عشرة آلاف. كسور صغيرة جدا لا نهائية. طيب الكسور الصغيرة جدا اللا نهائية دي هنعمل لها ضرب ديكارت ازاي بطريقتنا اللي فاتت؟ طريقة اللي انت عملتها يا معاذ لاثنين واربعة اثنين هتتعمل ازاي في اللا نهاية دي؟ مستحيل تحصل في اللا نهاية. ولذلك فإن حاصل الضرب الديكارت للفترات لا يحل جبريا، ما ينفعش نحله بأرقام لأنهم لا نهائيين، هنحله بيانيا على الرسم البياني. لو فرضنا ان ص هي كمان مجموعه، انا اسف فتره، وفيها العناصر من سالب واحد الى ثلاثه، يبقى ص هنا فيها كم عنصر؟ عدد لا نهائي. ايه مالكم؟ مش قلنا الفترات فيها عدد لا نهائي؟ ايا كانت الفتره، الاقواس اللي مضمومه لجوه دي معناها ان الفتره دي مغلقه. يعني ايه مغلقه يا اخوانا؟ انتم ما عدتوش على مفهوم الفتره. ايوه الله ينور عليك يا ياسمين، برافو. الفتره المفتوحه معناها ان حدود الفتره الرقمين دول مش معانا بس اللي بينهم معانا. الفتره المغلقه معناها ان هم معانا واللي بينهم كمان معانا. الفتره النصف مغلقه او النصف مفتوحه معناها ان الفرع المغلق معانا والفرع المفتوح مش معانا لكن اللي بينهم معانا، اللي بينهم معانا في كل الاحوال. على العموم في نطاق دراستنا ده هتلاقي كل الفترات مغلقه عشان تريح دماغك. السؤال كيف يمثل الفترتين دول على مستوى الاحداثيات؟ السؤال يقول لك اوجد المنطقه الممثله للضرب الديكارتي، مثلا سين ضرب ايه صاد. مش هنعملها بطريقه الضرب الديكارتي السابق بتاتا، ده احنا هنعمل ايه؟ هنمثلها على مستوى الاحداثيات. عارفين مستوى الاحداثيات؟ عارف مستوى الاحداثيات ايه؟ اللي هو بيكون من ايه؟ الله ينور عليك، كويس. بيكون من محورين، المحور الافقي وهو محور السينات، هنا سين وهنا سين سالب. قلنا الكلام ده في حصة الأزواج المرتبة رسمناه. والمحور الرأسي اللي هو محور الصادات، فوق صاد وفوق صاد شرطة أو صاد سالب. الجزء الأيمن هو الأعداد الموجبة لمحور السينات ممدودة إلى موجب ما لا نهاية. الجزء الأيسر هو الأعداد السالبة لمحور السينات ممدودة إلى سالب ما لا نهاية. والجزء العلوي هو الأعداد الموجبة لمحور الصادات ممدودة إلى موجب ما لا نهاية. الجزء السفلي هو الأعداد السالبة لمحور الصادات والممدودة إلى سالب ما لا نهاية. تعالوا نمثل فتراتنا الآن وهنشوف إيه اللي هينتج من الضرب الديكارتي الفترات. بص حتى السؤال صيغته غريبة، أوجد المنطقة. الحل مش عبارة عن أزواج مرتبة زي المجموعات، ده الحل عبارة عن منطقة هتترسم رسم هنا وملهاش غير الرسم، لأن إحنا زي ما قلنا دول عدد لا نهائي من العناصر، والعدد اللا نهائي من العناصر لا يمكن تمثيله بنقاط لأنه لا نهائي. فين المجموعة الأولى أو الفترة الأولى اسمها إيه؟ سين. إيه حدودها؟ من اثنين لغاية خمسة تروح جاي لي على المحور الأفقي تمثل عليه الفترة من اثنين لغاية خمسة. أهو ده حدودك كده. كل الأزواج المرتبة من اثنين لخمسة تبعك. فبننزل كده هنا نعمل كده زي سجادة رأسية حدودها من اثنين لغاية خمسة. كل المنطقة دي كلها بكل نقاطها اللانهائية فيها عدد لا نهائي من النقاط ضمن السين، ضمن الفترة الأولى. الفترة الثانية مين هي؟ إيه حدودها؟ تروح ممثلها بس على مين بقى؟
على الرأس على محور صاد بالحدود بتاعتها اللي بدأ من سالب واحد وحتى التلاتة. فين السالب واحد؟ ده هو سالب واحد الرأسي لغاية التلاتة الرأسية. وتروح فارش السجادة بتاعتك، بس هتعمل ازاي دلوقتي؟ لا بالعرض بشكل أفقي اهي ثلاثة وعند سالب واحد. جميل. اللي صممناه هنا هو مساحتين، والمساحتين تقاطعوا مع بعض في جزء في النص كده. احنا عملنا اول حاجة السجادة الرأسية اللي بتمثل الفترة السينية، وبعدين عملنا السجادة الأفقية، فهما الاثنين ايه اللي حصل؟ تقاطعوا في منطقة، منطقة في المنتصف. المنطقة دي هي المنطقة الممثلة للضرب الديكارتي سين ضرب صاد. نقوم بتظليلها خفيف كده بالقلم الرصاص زي ما هنعمل في الواجب ان شاء الله. فين هالمنطقة دي؟ واخدين بالكم منها؟ شايفينها كويس؟ انا هظللها، ولو اخطأت قولوا لي عشان اتاكد ان انتم شايفينها بشكل صحيح. ادي المنطقة المظللة يا شباب، وهي المنطقة الممثلة لسين ضرب صاد. فين الحل؟ هو ده الحل. الحل بياني هنا، مفيش حل كتابي او جبري، لان زي ما قلنا كل فترة من دول تحتوي على عدد لا نهائي من النقاط. يبقى لما يقول لك اوجد المنطقة الممثلة، يبقى انت كده عارف ان انت الحل هنا على الرسم البياني. انت عارف كده مسبقا اصلا، لانك شايف ان سين وصان عبارة عن ايه؟ عبارة عن فترات وليس مجموعات. هسأل سؤال تاني. تخيل ان دولة ما كانوش فترات. ركز معايا يا يحيى عشان الحتة دي هي اللي فاتتك. كانوا عبارة عن مجموعات، وقال لك اوجد الضرب الديكارتي سين ضرب صاد. ساعتها كل الفيلم ده مش هيتعمل، لان بالظبط كده ده خاص بالتمثيل للضرب الديكارتي لما يكون عبارة عن فترات. اما لو كانوا عبارة عن مجموعات فهنمثل الازواج مرتبة ونقول 2 وسالب 1 2 و3 5 وسالب 1 5 و3. ده الضرب الديكارتي للمجموعات. بناخد عناصر المجموعة الأولى وناخدها بالتتابع مع عناصر المجموعة الثانية. يا يحيى ممكن تمثل لي حاصل الضرب الديكارتي للمجموعتين ص ضرب س؟ هتعمل ايه؟ لا مجموعة، ما فترة هتقوم ترسم. انا قصدي مجموعة كده. لا مش نضربها، نذكرها في زوج مرتب زي ما معاذ قال. معاذ ما كانش بيضرب ضرب فعلي، وزي ما قلت دايما الضرب الديكارتي ما بيضربش ضرب فعلي، ما بتقولش 5 في 3 ب 15. لا لا، انت بتذكر الرقمين فقط، بتقول فلان وفلان جوا زوج مرتب. يلا اعمل لي ص ضرب س. يا رجل بقول لك ص ضرب س. ايوه، ما هو عمل س ضرب ص. ايوه جميل جدا. كل هؤلاء اللي انت ذكرتهم يكتبوا كأزواج مرتبة، وفي البداية قوس مجموعة وفي النهاية قوس مجموعة. ده للمجموعات. ولكن زي ما قلت احنا هنا مثلنا الضرب الديكارتي الممثل للفترة 2 و5، ضرب ديكارتي الفترة سالب 1 و3. هسأل سؤال. لو كان الضرب الديكارتي المطلوب هو المنطقة الممثلة لصاد ضرب سين مش سين ضرب صاد، كان ايه اللي اختلف؟ ايه اللي كان اختلف في اللي عملناه؟ لو كانت صاد هي البداية وسين هي الثانية، من الناحية الثانية؟ فين الناحية الثانية دي؟ إيه؟ هي هي؟ طيب احنا هنا لما ابتدينا خدنا مين على الأفقي؟ وهي اللي حددناها من 5 لـ2. خدنا مين على الرأسي؟ تاني واحدة. لو احنا عكسنا، لا مش هي هي طبعا. لماذا؟ لان ساعتها الصاد كان هي اللي هتبقى اول مجموعة، اول فترة انا اسف، كان هي اللي هتبقى اول فترة. فكنا هندور على صاد اللي هي سالب 1 و3 ونمثلها هي اللي على الافقي. فكانت هتبقى حدودنا الافقية من سالب 1 إلى 3. كانت السجادة تنزل كده. وبعدين سين هي اللي كانت هتبقى الفترة الثانية،
فكنا هندور على حدودها اللي هي من 2 و5 ونمثلها على الرأسي. فكنا هنيجي على الرأسي بدل ما احنا ممثلين من سالب 1 ل3 رأسي، كنا هنمثل من 2 ل5 رأسي وهنفرشها كده. طبعا كده المنطقة هتختلف تماما. جميل، سؤال لذيذ والله. كيف عملنا الصادات في السينات والسينات في الصادات؟ يا يحيى، السين والصاد هنا ما هم إلا رموز، لا يقيد إن السين على محور السينات والصاد على محور الصادات، لأن السين والصاد دول أصلاً كان ممكن يتسموا بأسماء مختلفة خالص. فساعتها نقول الألف على محور الألفات والبه على محور البهات، دول ما هم إلا رموز. الفيصل المجموعة الأولى على الأفقي أيا كان اسمها، المجموعة الثانية على الرأسي أيا كان اسمها. يبقى هنا مش مقيد إن دول اسمهم سين وصاد، فسين ينطبق على محور السينات وصاد ينطبق على محور الصاد أبدا. حتى لو صاد كانت هي في الأول، إحنا نقدر نقول إيه؟ الفترة الأولى على محور السينات، ده الكلام الصحيح. الفترة الثانية على محور الصادات، أيا كان الفترة الأولى اسمها إيه والفترة الثانية اسمها إيه. فممكن صاد تمثل على السينات، ممكن لو جت هي الأولى، ما هي إلا رمز مش أكتر، تمام؟ وممكن سين تتمثل على صاد، لو جت هي الثانية. يبقى احنا نقول إيه؟ الأولى على الأفقي، الثانية على الرأس. جميل؟ طيب، بعد ما يا أستاذ جبنا في هذا الصندوق المنطقة الممثلة لسين ضرب صاد وظللناها، طبعا هو في الكتاب عندك هتلاقيه عاملها بالوان، يعني هتلاقي السجاده الافقيه دي مثلا بالازرق والسجاده الراسيه بالاحمر، فهتلاقي المنطقه المظلله بقى لونها ايه متداخل للونين بنفسجي مثلا بربل يعني، تمام كده. ففي الكتاب موضحها افضل مني طبعا الحته دي، لان هو ملون كل واحده بلون، فده هتلاقيه ايه متداخل في اللونين. بعد ما عملناها بهذا الشكل ممكن يجيب لك مجموعة من النقاط للأزواج المرتبة ويقول لك هل النقاط دي تنتمي لمنطقتك ولا لا. الزوج مثلا 2 و5 هل ينتمي ولا لا ينتمي للمنطقة سين ضرب صاد؟ يعني إيه ينتمي ولا لا ينتمي؟ هنمسك الزوج ده، حصة الأزواج المرتبة اللي انت حضرتها، ونمثله على الشبكة البيانية. لو لقينا النقطة الممثلة اللي تقع داخل الصندوق أو على حافة الصندوق تبقى تنتمي، واقعة براه تبقى لا تنتمي بطبيعة الحال. يعني يلا نمثل كده ألف كام وكام، يعني نمثلها 2 و5 دي 2 سيني و5 صادي. عادي يا أستاذ، عادي 2 وأعمل إيه؟ أروح فين؟ فين الخمسة؟ أيوة 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 أهي، شايف النقطة دي هي ألف، تنتمي أو لا تنتمي؟ تنتمي. كيف تنتمي يا رجل؟ ازاي تنتمي؟ فين الصندوق بتاعك؟ فين حدوده؟ لا خد بالك، مش معنى انها على امتداد الخط تبقى انا فين الصندوق بتاعي؟ هو انا اقصد على حدوده ايه؟ كلمه على حدوده قلتها انها تبقى هنا، تمام؟ على حدود الصندوق هنا 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 هنا. لا مش تبعي، اصل الخط اللي ممتد ده مش حدود الصندوق، ده المفروض الخطوط دي كنا عملنا لها ايه؟ كنا مسحناها وابقينا فقط على الصندوق اللي نتج من التقاطع. انما دول ودول 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 مش تبعي، ده انا حددت بيهم الفتره بس، انما الناتج النهائي، الناتج النهائي هو ده. حكيش انا ليا اداء كده، انا ليا اداء كده. جميل، تمام. يبقى ألف تنتمي أو لا تنتمي؟ لا تنتمي بالمرة، اللي هيطلع ينتمي فقط هو اللي داخل الأربع جدران دولة. جميل؟ أي حاجة برة دول مش تبعي ولو كانت واقعة على الخط. إذن ألف لا تنتمي، ب سالب 1 و3 تنتمي ولا لا تنتمي، جيم سالب 2 و1 تنتمي ولا لا تنتمي، دال 0 و2 تنتمي ولا تنتمي، ه 5 و0 تنتمي ولا تنتمي، واو 4 و2
تنتمي ولا تنتمي؟ ممكن نجاوب على دول واحدة واحدة. تفضل يحيى، قل لي أول واحدة، تخيل كده رسمتك لا تنتمي. تعال نشوف هذا الكلام صحيح أم خاطئ. سالب واحد وثلاثة، فين سالب واحد؟ سالب واحد سينات وثلاثة صادات، هي دي به طبعا لا تنتمي. برافو عليك، برا صندوقنا بالكامل يا معاذ. سالب اثنين واحد جي، تنتمي أو لا تنتمي؟ تنتمي. تعال نمثلها ونشوف تنتمي ولا لا تنتمي. سالب اثنين وضع لغة كام؟ تنتمي ولا تنتمي؟ لا تنتمي. انت قلت تنتمي ازاي؟ ازاي ماشي بسالب اثنين على الخط؟ مش فاهم اللي هو مين ده؟ طب وفرد كانت هنا، تنتمي ولا تنتمي؟ ما احنا قلنا خلاص ان الخطوط الممدودة دي مش تبعي. انا قلت لك خلاص احنا اللي بينتمي اللي داخل الاربع حيطان دول، انسى الخطوط الممتدة منهم المتفرعة، الخطوط المتفرعة دي مش تبعي، هي ادت مهمتها في تحديد الصندوق. ثم مش عايزها خلاص. يبقى حتى لو كانت هنا يا معاذ هي لا تنتمي. طبعا دي لا تنتمي بالمرة خالص، ده طبعا خالص لا تنتمي. يثين ضرب صاد. يا سارة، صفر واثنين تنتمي أو لا تنتمي؟ لا تنتمي. برافو عليك، أدي صفر سينات وهطلع لغاية اثنين ألاقي النقطة دال اللي واضح جدا إنها لا تنتمي. يا ياسمين، خمسة وصفر تنتمي أو لا تنتمي؟ تنتمي. برافو عليك، فينها خمسة وصفر دي؟ خمسة سينات وصفر تبقى عليها، وبذلك أهو دي الحافة اللي أقصدها إنها معانا. هي على الحافة بس على حافة الجدران بتاعتي، على حافة الصندوق بتاعي، مش على الامتدادات اللي مش تبعي. يبقى دي تنتمي. أنا أخذ دي آخر واحدة لي أنا. أربعة واثنين تنتمي، أربعة وهطلع لغاية اثنين، ده في قلب الصندوق دي وطبعا تنتمي. جميل. في حاجة من الحياة اللي قلتها هنا مش مفهومة، في حاجة مش مفهومة. طب هسأل سؤال، افرض على وضعنا ده، على معطياتنا دي، كان المطلوب تمثيل المنطقة الممثلة لحاصل الضرب الديكارتي سين تربيع. ما فيش صاد خالص، لم يذكر صاد خالص، سين تربيع. احنا خدنا قبل كده ايوه سين مع سين، برافو عليك، خدناها في المجموعات ان احنا ممكن نكون ضرب ديكارتي المجموعة مضروبة في نفسها، صح كده؟ يعني مثلا تخيلوا معايا، لو دي كانت مجموعة، بنتخيل ايه، لو دي كانت مجموعة وقلت لك هات سين تربيع، تقول ايه؟ اتنين واتنين اتنين وخمسة، خمسة واتنين خمسة وخمسة. انت كده ضربت المجموعة سين ضربا ديكارتيا في نفسها، كأنك جبت سين ضرب سين. طب ده يهتم في الفترات؟ ايوه يتم والله، مفيش مشاكل، مفيش اي مشاكل. كأنك هتمثل سين على الافقي وعلى الرأس هتمثل السين برضو هي هي، فهتيجي بالحدود 2 و5، هتمثل 2 و5 على الافقي وتفرش سجادتك، وتيجي على الراسي برضو 2 و5 2 و5 وتفرش السجاده، وهيبقى المنطقه المتقاطعه معاك في النص هي ناتج الضرب الديكارتي للفترتين سين وسين. تمام، فيها مشكله دي؟ جميل، همسح السبوره بالكامل عشان هاخد جزء اخر مهم. حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي حتى الان؟ في اي مشكله؟ صحيح، موعد المجموعه لو اصبح 7 بدل 9 في مشكله بالنسبه لك؟ النهارده برضو اثنين وخميس بس 7. جميل، خلني في الجروب، دخل نفسك في الجروب، بعت لي يعني عشان اقول لك الاكيد احنا خلاص هنبقى 9 او 7 او لا. تمام، دلوقتي هاخد حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي حاجه اسمها الارباع الاربعه، اخر حاجه في الدرس ده عشان نخلص منه، والحصه الجايه هناخد درس اسمه العلاقات والدوال، درس مهم جدا. الشبكه التربيعيه او الشبكه البيانيه عباره عن ايه؟ عباره عن محورين، محور افقي اللي هو محور السينات،
عمالين نرسم فيهم بقالنا ثلاث حصص. محور رأسي اللي هو محور الصادات، ده الشق الموجب، ده الشق السالب، ده الشق الموجب، ده الشق السالب. تعالوا نرقمهم 1 2 3 4 5 إلى موجب ما لا نهاية. سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 إلى سالب ما لا نهاية. 1 2 3 4 5 إلى موجب ما لا نهاية. سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 إلى سالب ما لا نهاية. هذا المستوى، هذا المستوى الإحداثي أو الشبكة البيانية أو المحورين، قسموا السبورة لكم جزء؟ إلى 4 أجزاء. جميل. الجزء ده اللي موجود في الشمال الشرقي اتجاهات الفرعية الأربعة في الدراسات، والجزء ده اللي موجود في الشمال الغربي، وده الجنوب الغربي، وده الجنوب الشرقي. الأربع أجزاء دول عندنا في الرياضيات اسمهم الأرباع الأربعة. الأرباع الأربعة، ده الربع الأول، ده الربع الثاني، ده الربع الثالث، وده الربع الرابع بالترتيب. جميل. تعال نسمي الأرباع بتاعتنا. هذا هو الربع الأول، ودي حاجات ثابتة، دي حاجات ثابتة، دول مش مسمياتي أنا. زي إيه؟ زي إن محور السينات هو الأفقي والصادات هو الرأسي، دي حاجة كينونية كده، العالم اللي وضع العلم ده وضعها على هذا الأساس، وقال اللي يجي ورايا يمشي عليها، تمام؟ بلا سبب، وضعها بلا سبب، ما لهاش سبب مقنع. ليه السينات على الأفقي؟ ليه السينات ما يكونش على الرأسي؟ في الواقع ما فيش سبب، بس اللي وضع العلم في البداية وضعه على هذا الأساس، وعشان العلم يبقى موحد على مستوى العالم قال لي دي أسس الكل يمشي عليها. لكن هي إيه سببها؟ في الواقع ما لهاش سبب. لو كانت عمل الصاد على الأفقي والسين على الرأسي ما كنتش هتحس بأي اختلاف، بس كنت هتبقى عارف أن الصاد هو الأفقي والسين هو الرأسي، تمام؟ ولذلك هنا دول ثوابت. المكان ده مخصص للربع الأول، وهذا هو الربع الثاني، وهذا هو الربع الثالث، وأخيرا الربع الرابع. كل ربع من دول يحتوي على عدد لا نهائي من النقاط، عدد لا نهائي من الأزواج المرتبة. أنا هاخد نقطة هنا يا يحيى، النقطة دي بتمثل الزوج كام وكام؟ ولا واحد واثنين؟ لأن إحنا بنقرأ السيني أولاً، صح كده؟ فبنروح للسين الأول يا يحيى فنلاقيه مقابل لواحد، ثم نذهب إلى الصاد فنلاقيه مقابل لاثنين. إذن هذا الزوج أو هذه النقطة تمثل الزوج المرتب واحد واثنين. يا يحيى، الإشارات بتاعت إحداثياتك، الإشارات الموجبية أو السلبية، إيه وإيه؟ لا إشارات، إشارات، مش سيبك من الأرقام. أيوة، موجب وإيه؟ موجب موجب، صح؟ يعني السيني موجب والصادي موجب. هذه النقطة يا معاذ خد بالك، أنا عمال أرسم نقاط كلها تقع فين؟ في الربع الأول. حتى الآن نقطتك إيه إحداثياتها؟ 3-1. أيوة 3-1 أهو، 3-1. أنا هضيف نقطة، أي بتنجان أهو نقطة. إحداثياتها كام ودي؟ 2-4-4 صح؟ ولا يهمك. الإشارات إيه وإيه؟ موجب موجب. ملاحظين حاجة؟ جميع النقاط اللي رسمناها في الربع الأول إحداثياتها موجب وموجب، يبقى دي قاعدة عامة في الربع الأول. جميع النقاط اللي بتنتمي أو بتقع في الربع الأول إحداثياتها تبقى موجب وموجب، سينيها موجب وصاديها موجب. طب ليه؟ طيب ليه؟ أهو بديهيا، لأن أي نقطة في هذا المكان هتيجي تنزل لها على السينات هتلاقي نفسك نازل فين؟ في الجزء الموجب بتاع السينات. هتجيب السلبية منين يعني؟ هتروح للصادات هتلاقي نفسك برضو في الجزء الموجب للصادات. فمن البديهي أن أي نقطة تنتمي للربع الأول سيناتها تبقى موجب وصاداتها أيضا تبقى موجب. يبقى نقول ده قاعدة بك، هذه قاعدة، أي نقطة تنتمي للربع الأول إحداثياتها موجب وموجب، أو أي نقطة إحداثياتها موجب وموجب، إذن فهي تنتمي إلى الربع الأول كعملية عكسية. تستطيع الآن استنتاج إشارات بقية الأربعة، أليس كذلك؟ طيب
الربع الثاني ايه اشاراته؟ تخيل نقطة كده وشوف موجب وسالب ولا سالب وموجب؟ سالب وسالب. سالب وسالب. رجل. رجل. اهي 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 اهي. اقرأ السين اولا. هتقع هنا هتروح فين؟ في سوالب السينات. هتروح هنا هتروح مع مين؟ مع موجبين الصادات. يبقى من البديهي هتكون سالب وموجب. إذن أي ربع أي نقطة تقع في الربع الثاني هتبقى إحداثياتها سينيها سالب صاديها موجب. الربع الثالث سالب وسالب صح؟ أهو ما هو ده اللي كنت بقوله في الأول، إن ما فيش سبب مقنع خلى الأرباع بهذا الترتيب. تمام؟ هو عمل الأرباع كده كأنهم بيلفوا ورا بعض في عكس اتجاه عقارب الساعة. ده عكس اتجاه عقرب الساعة، ده اتجاه عقرب الساعة. الساعة تدور كذلك صحيح؟ 12 و1 2 3 4 ده عكس عقرب الساعة. تمام؟ فهو عمل اتجاه عكس عقرب الساعة، أول ثاني مش هينط هنا بقى. تمام؟ خدها بالترتيب، أول ثاني ثالث رابع. جميل؟ طيب. طب ليه ده ما بقاش الأول؟ اشمعنى ده ما بقاش الأول؟ ممكن يكون لها سبب افسرها لك، بس دي الحته دي اولى ثانوي شويه. لو احنا افترضنا ان الجزء الموجب لمحور السينات في ضلع من اضلاع الزاويه، والزاويه هتبدا تدور، الزاويه وهي هنا زاويه ايه نوعها؟ حاده ولا منفرجه؟ حاده، لسه بتتولد الزاويه. قياسها درجة 2 3 4 5 بقت قياسها 50 60 70 80 وصلت هنا ايه 90 اصبحت قائمة. عدت القائمية واصبحت منفرجة، دخلت في ربع جديد اللي هو ربع الايه الثاني. زادت قعدت تزيد 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 لغاية ما جت هنا. بقت ايه دلوقتي؟ لا ما عدت مخلصت، بقت مستقيمة، بقت مستقيمة. زادت عن المستقيمة أصبحت زاوية إيه؟ مستقصف. إيه مستقصف؟ منعكسة. زاوية منعكسة. يبقى كده حادة في بدايات المهد، لسه مولودة في ربع الأول. كبرت أصبحت منفرجة، أصبحت أكبر من 90 وأقل من 180. كده أصبحت زاوية منعكسة، أقل أكبر من 180 وأقل من 360، وكده أصبحت منعكسة برضو حتى الآن في الربع الرابع. فهو اللي خد الأرباع خدها ابتداء كأني أنا بأنتج زاوية، بأصنع زاوية، هتبقى في قياساتها المبدئية في البداية في الربع الأول، تزداد تصبح منفرجة في الربع الثاني، تزداد تصبح منعكسة في الربع الثالث وهكذا. فعشان كده خد هذا الترتيب، وما ينفعش أنط في قياس الزاوية. طيب قلنا الربع الثالث ايه احنا؟ سالب وسالب. ازاي سالب وسالب؟ لاي نقطه تتخذ هنا هتروح سينات تلاقي نفسها في السالب، هتروح صادات تلاقي نفسها في السالب ايضا، وبذلك تصبح اشارات الربع الرابع ماجد انت ايه الحكايه؟ مخارج الالفاظ عندك. موجب وسالب يا يحيى، لان احنا بنقرا السين اولا. فلو وضعت نقطة هنا ما قولش النقطة دي إحداثياتها سالب 2 و 3، لا لا إحداثياتها 3 وسالب 2، لأن إحنا زي ما قلنا في حصة الأزواج المرتبة برضو اتفق العلماء على إن الإحداث السيني هو اللي يقرأ أولا، والإحداث الصادي هو اللي يقرأ ثانيا من بعد الفصلة. يبقى إذن المسقط الأول هنا السيني سيصير موجب دوما، والمسقط الثاني الصادي سيصير سالب دوما. صح كده؟ مثلا لو كان سالب 3 وسالب 2 ربع ثالث. ربع ثالث. وانا كتبت الثالث اللي غلط ربع رابع. من هنا هيقول الاول والثاني والثالث. يا رجل انت ليه مصمم على هذه كان في كده ايه؟ كان في تقسيمين، في ناس بتخلي ده الثالث وده الرابع، وناس ثانيه بارك الله فيها بتخلي ده الرابع وده الثالث. هذا الكلام غير صحيح، الكلام ده ثابت. ترتيب الأرباع ثابت للجميع. لو رحت الصين، لو رحت أمريكا، لو درست ماس بالإنجليش، ترتيب الأرباع ده هو هو. تمام؟ تمام؟ يبقى لو جبت كتاب ماس المعاصر بالإنجليش
وشفت فيه ترتيب الأربعة هتلاقي الفيرست كوادرانت، السكند كوادرانت، الثيرد كوادرانت، الفورث كوادرانت بنفس مكانهم، أول تاني تالت. يبقى دي حاجة ثابتة يا معاذ، مش مثلا مصحح بيعملها كده ومصحح، لا 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 لا، دي ثوابت. جميل، تمام. يبقى إجابة على سؤالك، الزوج المرتب سالب 2 وسالب 3 يقع في الربع الثالث لا محالة، هذا كلام ما فيهوش خلاف، مش في كتب تلاقيها الثالث وكتب تلاقيها الرابع، لا لا، هذا كلام ثابت. ايه فايدة الفيلم ده يا استاذ؟ ايه الربع، الربع الاول والثاني؟ الفايدة ان انا لما ادي لحضرتك زوج مرتب تقدر انت تقول لي الزوج ده يقع في انهي ربع من الارباع، من غير ما تضطر ان انت تمثله على الرسمة البيانية، فقط من خلال اشاراته، فقط من اشاراته. فلو اديتك زوج موجب وموجب تقول لي يا استاذ هذا يقع في ربع الاول بدون كلام، لو اديتك زوج سالب وسالب تقول لي هذا يقع في الربع الثالث بدون كلام، لو اديتك زوج موجب وسالب تقول لي هذا يقع في الربع الرابع بدون كلام، لو اديتك زوج سالب وموجب تقول لي يقع في الربع الثاني بدون كلام. لو تلاحظوا ان الربع الاول اشاراته عكس الربع الثالث، الربع الاول موجب موجب، الربع الثالث سالب سالب. لو تلاحظوا ان الربع الثاني اشاراته عكس الربع الرابع، دوت سالب موجب، دوت موجب سالب. جميل. في نقاط بقى، نقاط لا تنتمي لاي ربع من الارباع. قاعده فين؟ ايوه، قاعده على المحاور، على محاور الاحداثيات. فلو فرضت نقطه موجوده في هذا المكان اهي، اقدر اقول انها تنتمي للربع الاول؟ ابدا لا. اقدر اقول انها تنتمي للربع الرابع؟ لا، قاعده في النص بالضبط، ما بين الربعين، قاعده على الحدود. مين الحدود؟ محور السينات ذات نفسه، الحدود بين الاول والرابع هو محور السينات. جميل. طيب النقطه دي يا ترى، يا هل ترى ايه احداثياتها؟ كم وكم؟ برافو عليك، برافو. يا احداثيها السيني اللي هي واقعه عليه اصلا واحد. طب واحداثيها الصادي؟ روح للصادات تلاقي نفسك رايح فين؟ لصفر الصادات. يبقى النقطه دي احداثيتها كام؟ ملاحظين الصفر، الصفر فيها قاعد كاحداثي ايه، سيني ولا صادي؟ صادي. اهو النقطه لما يكون احداثيها الصادي بصفر تبقى تقع على محور السينات، الصادي اللي بصفر، خلي بالك الامر معكوس. لما يكون الصادي بصفر يبقى النقطة تقع على محور السينات. طب تعال نشوف كده، شايف النقطة دي؟ لا، صفر واربعة. لأن أنت عملت إيه الغلطة اللي أنت عملتها؟ قرأت الصادي أولا لأنك لقيت الأربعة قريب عليك، فقلت أهو قريب يا أستاذ بدل ما انزل. لا، بدل ما تنزل يا عمي، دي إحداثيات، دي إحداثيات ما فيهاش فصال، لازم يقرأ السيني أولا حتى لو كان الرقم جنبك أهو. لا لا، تقول له استناني أقرأ السيني أولا. بص نزلت للسيني، أقرأ السيني أولا وبعدين أنت يا صادي. ده الصفر السيني والصادي. يعني وانا هنا، وانا هنا لما اتجه افقيا يبقى انا متجه للصفر الصادي، وانا هنا لما اتجه راسيا يبقى متجه للصفر السيني، ولو انها نفس النقطه اصلا. تمام. طيب يبقى النقطه دي احداثها ايه؟ صفر واربعة. الصفر قاعد كاحداثي ايه فيها برغم انها تقع على محور الصادات؟ يبقى الامر معكوس. النقطه اللي تلاقي فيها صفر في احداثيها السيني تبقى النقطه دي تنتمي الى محور الصادات، واللي تلاقي فيها صفر كاحداثي صادي يبقى النقطه دي تقع في محور السينات. طب والنقطه اللي تلاقي فيها صفر في السيني والصادي يبقى دي تقع فين؟ فين؟ ايوه، فين فين النقطة اللي تقع في تقاطع السينات والصادات؟ نقطة الأصل، الأوريجن بوينت أهي. دي النقطة دي إحداثياتها صفر سيني وصفر صادي، وده بيحصل لما الإحداثيين يكونوا صفر. طب النقطة ساعتها تنتمي لمحور السينات ولا الصادات؟ الاثنين. النقطة دي تقع على السينات من جهة وتقع على الصادات أيضا، تقع في نقطة تقاطعهم اللي زي ما قلنا اسمها نقطة الأصل. إذن النقاط عندنا
هتبقى في في سبع مواضع ما لهمش تامن. يا اما النقطه تنتبه للربع الاول لو كانت احداثها موجب وموجب، يا اما تنتبه للربع الثاني لو كانت احداثها سالب وموجب، يا اما تنتبه للربع الثالث لو كان احداثياتها سالب وسالب، يا اما تنتبه للربع الرابع لو كان احداثها موجب وسالب، يا اما تنتمي الى محور السينات لو كان احداثها الصادي بصفر، يا اما تنتمي الى محور الصادات لو كان احداثها سين بصفر، يا اما تنتمي الى نقطه الاصل لو كان احداثياتها صفر وصفر. جميل. نسال بقى مجموعه من الاسئله، هسال بشكل شفوي الاول وبعدين هكتب مجموعه من الارقام. يا يحيى، النقطه سالب 3.25 تنتمي الى مين؟ سؤالي بيقول اذكر الربع او المحور سالب 3 سيني وربع، تقع في الربع الكام او تقع او تنتمي لانهي محور؟ ادي سؤالي. يبقى انت اجابتك تكون يا الاول يا الثاني يا الثالث يا الرابع، يا محور السينات يا محور الصادات يا نقطه الاصل. ايه يا حاج يحيى؟ سالب 3.25 ربع ده احداثي لوحده، مش سالب 3.25 على بعض عدد، سالب 3 مسقط اول وفصله 1/4. انت ما يهمكش ربع ولا ثمن، انت اهم حاجه الربع ده اشارته ايه؟ انت اللي يهمك اللي تسال نفسك عليه الاشارات. ماشي، يبقى انت قدام نقطه سالب وموجب. يبقى الثاني، يبقى الربع الثاني. يا معاذ، النقطه 5.0 تنتمي الى ايه؟ نعم، يبقى تنتمي المحور. نقول ليه المحور؟ احنا مخصمين المحاور يعني اربعه بس اللي بنجاوب عليه. لحظه يا يحيى، عارفك عارف. 5.0 تنتمي الى محور السين. ليه؟ لان 5.0 اذا هي تحتوي على صفر كاحداثي صادي، واللي بتحتوي على صفر كاحداثي صادي تقع على محور السينات. الامر معكوس يا ساره. النقطة سالب 3.25 الربع الثاني. برافو عليك يا ياسمين. النقطة 5.4 ما انت هتبصي علي، بصي علي. 5.4 السيني موجب الصادي سالب، الثاني العكس زي ما جاوبت زميلتك. السيني سالب والصادي موجب. انا بقول لك 5 موجب وسالب 2، يبقى العكس الثاني. الاول موجب وموجب يا فندم. 5 وموجب. امال انا بقول ايه؟ طيب انا هي دي اللي انا بقولها والله. 5.2 ما قلتش غيرها. محور الرابع، الربع الرابع، الربع الرابع. الارباع تسمى ارباع المحاور دي لما يكون في صفر في الاحداثيات. نزيد الامر صعوبه وركزوا معي. هسال مجموعه من الاسئله واجابه حضراتكم تكون ربع اول او ثاني او ثالث او رابع او احد المحاور برضو زي ما قلنا. النقطه 3.2 الكل اس 2 تنتمي لمين؟ النقطه سالب الجذر التربيعي لتسعة والجذر التكعيبي لسالب 8 تنتمي لمين؟ النقطة 2.2 و5 تنتمي لمين؟ النقطة 5/5 ولاحظوا أنا بجيب عمليات بجيب عملية في الإحداث ذات نفسه. فالمفروض حضرتك تحسب الناتج وبعدين تحكم على الربع. يعني شوف هو ده مطلع كام؟ عشان تستنتج الإشارة النهائية هتكون موجب أو سالب، لأن ده فيصل الحل. فهمتوا؟ النقطة 5/5 و5.5 تنتمي لمين؟ النقطة الجذر التكعيبي لسالب 27 والجذر التربيعي لتسعة تنتمي لمين؟ النقطة سالب 1 الكل أس 2 وسالب 1 الكل أس 5 تنتمي لمين؟ النقطة سالب 3 أس 0 و 1 تنتمي لمين؟ من يجيب؟
على هذا السؤال يا ياسمين اتفضلي. أول واحدة هتكون الربع الأول، برافو. لماذا؟ قصدك سالف سالب بموجب، تلخبطيش اللي ما تضيعيش الحاجة الحلوة اللي عملتيها. تمام، برافو. إذا ناتج هذا الرقم سالب 2 لكل تربيع هيصبح موجب 4، لأن السالب لما بيتربع أو بيترفع لأس زوجي عامة بيتحول إلى موجب، وبذلك صارت الإشارات موجب موجب، فانتمت النقطة إلى الربع الأول. برافو ياسمين. مين يجاوب تاني واحدة؟ تفضل يا معاذ. الربع الثالث. الربع الثالث لماذا؟ عشان قلنا سالب جذر 9 سالب 3. سالب جذر 9 بسالب 3. الله ينور عليك يا بني. الجذر التكعيبي لعدد سالب هو سالب، وبذلك تصبح الإشارات سالب وسالب، فانتمت الربع النقطة إلى الربع الرابع. من يجيب على هذا السؤال؟ تجاوب تفضل. الربع الأول. طب 2 ناقص 2 دي مش 2 ناقص 2 ناتجها النهائي يا يحيى هيبقى 0، ولما هيبقى صفر صارت النقطة 0 و5، صارت النقطة تحتوي على صفر في إحداثيها السين، وبذلك انتمت إلى محور الصادات. من يجيب على هذا السؤال؟ من يا ترى؟ يكون حد ما جاوبش كده تفضل. محور السينات لماذا؟ الأول طبعا 5 على 5 فيها الواحد، فيها موجب واحد. الله ينور عليك يا سارة، فتنتمي إلى محور السينات لأنها تحتوي على صفر في إحداثيها الصادي. من يجيب على هذا السؤال؟ ولا معاذ؟ الربع الثاني. كيف ذلك؟ برافو عليك. والجذر التربيع 9. إذن سالب وموجب الربع الإيه؟ ثاني. في ملحوظة هنا، في ناس تقول يا أستاذ هو مش جذر 9 موجب أو سالب 3؟ صح؟ مش بنعملها كده؟ بنقول دائما الجذر التربيعي طلع إشارتين واوعى تنسى الموجب والسالب. الله، يبقى دي تنتمي للربع الكام؟ طيب كده ما على الموجب 3 الربع والسالب 3 ربع. الإجابة هي الصحيحة اللي قالها معاذ، الجذر التربيعي 9 هو 3 فقط وليس موجب أو سالب 3. أمال ليه موجب أو سالب مصدعيننا بيها دي؟ الكلام ده وانت بتحل معادلات، وانت بتحل معادلات. يبقى انا لو سالتك سؤال وقلت لك جذر 9 كام، تقول لي 3 بلا مثنويه، ما تقوليش موجب او سالب. انما لو سالتك وقلت لك حل المعادله الاتيه، س تربيع تساوي 9، تقول لي هتخلص من التربيع بالجذر التربيعي، فالتربيع يتخلص من الجذر وساعتها س تساوي موجب او لا. دي معادله، دي معادلة. يبقى الجذر التربيعي بيطلع مثنوية في الإجابة إمتى؟ في نطاق المعادلات. إنما لما أسألك سؤال عادي أقول لك جذر 25 كم، تقول لي 5، ما تقول ليش موجب أو سالب 5. أتمنى يكون الحتة دي وضحت. من يجيب على هذا السؤال؟ قول يا يحيى. الربع الرابع. كيف عرفت؟ يبقى دي هتدي موجب واحد لأن الأس هنا زوجي، ودي هتدينا سالب واحد لأن الأس هنا فردي. برافو عليك، فيصبح موجب وسالب انتمت إلى الربع الرابع. من يجيب على هذا السؤال؟ من يجيب؟ قولي يا ياسمين. برافو عليك. أي حاجة أس صفر، أي حاجة أس صفر بتساوي واحد، أي حاجة أس صفر بتساوي موجب واحد، موجب واحد حتى لو كانت الحاجة دي سالبة. يبقى هنا واحد وهنا واحد، فالربع الربع الأول. آخر واحدة أنت تجاوبيني عليها. قيمة المطلقة لسالب 2 سالب سالب 1 لكل أس 2، تنتمي للربع الكامل. جميل، حلو التفصيل ده. أنا أحب الطالب اللي ما يتسرعش يروح قايل لك الإله. لا استنى يا عم، خلينا نشوف مع بعضينا هتبقى إيه. أول واحدة هتبقى 2 بسبب وجود السالب 2 داخل القيمة المطلقة. القيمة المطلقة وظيفتها أن تخرج العدد بالموجب. برافو يا سارة. هتبقى سالب واحد. برافو، برغم أن السالب واحد مرفوع لأس زوجي. أيوة، الأس الزوجي له تحكم في السالب اللي داخل نطاق قوسه.
بس ملوش تحكم على اللي بره، والقيمه المطلقه برضو ملهاش تحكم على اللي بره. يعني لو السالب ده كان من بره كان طلع سالب 2 ولكن القوس الزوجي او القيمه المطلقه لهم فقط تحكم فيما بداخلهم، صحيح؟ يبقى دي هتبقى سالب 1. وبذلك يا ساره الله ينور عليك يا ابنتي، نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله الحصه اللي جايه.